يسعد لي مساكم أحبة المشاهدين، تحية مسائية لكل من يشاهدنا ويتابعنا. فطور وسحور مع خلدون والأكلات والطبخات اليوم راح أقدمها لكم. طبعا أكيد رمضانكم مبارك وأيامكم إن شاء الله يا ربي كلها مباركة. أطباق لهذا اليوم أو أكلات لهذا اليوم راح يكون في عدة ثلاث طبخات مع طبعا أكيد لا أربع طبخات يعني ثلاث طبخات مع شوربة. الأكلة الأولانية اللي أول طبخة راح أسويها راح يكون في عدي تاتشينا، راح يكون في عدي طبخة أخرى شوربة شوفان، راح يكون في عدي سلطة الجبن، ونختم الحلقة اليوم بالبودينج. الأطباق هذه الأربعة راح تكون سهلة بسيطة سريعة وأيضا تكون صحية. دائما أنا وهو أقول الأطباق اللي أنا أسويها هنا أنا لازم أن تكون سهلة التحضير وبسيطة سريعة وأيضا صحية. اليوم التاتشينا راح نعملها أكيد طبعا نعرف أن التاتشينا من الأطباق المعروفة والمشهورة في العراق في المطبخ العراقي بالأخص. التاتشينا اللي هذا اليوم راح تكون متكونة أكيد من اللحم، راح أخلي وياها تمن، راح أخلي وياها أكيد شوية من اللي راح يكون في عندنا هنا شوية أيضا من العجينة. العجينة هذه راح أقول لكم شنو راح أسوي بها يعني بالأخير. نوع بصرة راح تكون في عندي، راح أستخدم هنا كشمش حسب الرغبة أكيد، راح يكون في عندنا أكيد اللوز، راح أستخدم البصل والثوم طبعا أكيد الأساسيات أساسيات هذه الطبخة البصل والثوم. جزر وراح يكون في عندنا البصل. مثل ما نوهت انه اليوم راح تكون في عندي التاتشينا، لكن اليوم التاتشينا راح تكون في عندي لحم وجزر بها في داخلها. ارجع واقول انه التوابل اللي راح استخدمها بهذا الطبخه هي توابل بارده وممكن اضيف لها شويه من الحار. الحار راح يكون اختياري حسب الرغبه، يعني ممكن انا اخلي شويه حار او بلال الحار، يعني بكيفكم انتم حسب رغبتكم انتم. بالاضافه الى اللوز كنوع من المكسرات اللي راح اضيفه، واللوز يكون محمص طبعا مثل ما تشوفوه. يا سلام سلم عليه يا عين اللوز محمص، يا عيني يا عيني يا لوزك يا لوزك. ومجموعة حلوة من البهارات الخشنة راح تكون في عندي هنا، راح ادقهم سوية واضيفهم شوية فلفل ابيض على شوية فلفل احمر وايضا شوية فلفل اسود. هذول ثلاث انواع ما اعرف اذا تشوفوها او لا، هذول الانواع البهارات اللي راح استخدمها بهذه الطبخة حتى تعطينا طعم كلش طيب التاتشينا. لا ننسى ايضا الكاري وايضا شوية من الكركم. كل هذه البهارات بعد ما ادمجها سوية وبعد ما اخلطهم سوية راح اضيفهم كنوع من البهار اللي موجود. مثل ما اقول وانوه دائما انه اساسيات كل اكله اساسيات كل طبخه اللي هي طبعا اكيد البهار او نوع البهار اللي استخدمه. لذلك اليوم راح يكون في عندي كاري، راح استخدم شويه من العصفران او ممكن استخدم ايضا اللي هو الكركم، كركم عليه، واستخدم هنا أنا شويه مجموعه حلوه من البهارات الحاره او البارده اللي هي طبعا اكيد فلفل اسود فلفل ابيض وممكن ايضا شويه من الفلفل الاحمر. طبعا اليوم راح يكون في عندي ضيف حلقه، راح نستضيف بحلقتنا لهذا اليوم مستر شبنت الشبنت. الشبنت طبعا فوائده كثيره، غير انه الفوائد الكثيره اللي فيه يحتوي على كالسيوم، يحتوي على مغنيسيوم، ويحتوي على الحديد. تخيلوا هذه الثلاث عناصر كلش مهمة بالجسم أو يحتاجها الجسم، هذه العناصر موجودة بالشبنت. تخيلوا الشبنت يخلينا نتخلص من الصداع، يساعد في النوم، يعني إذا أنت عندك أرق وما تقدر تنام تقدر تأكل الشبنت وتنام. مضاد للبكتيريا أكيد طبعا للالتهابات والبكتيريا، وايضا صحة العظام. تخيل كل هاي الاشياء بالشبنت، يا عين عليك يا الشبنت. اليوم هذا الشبنت راح يكون موجود ويانا بالتاتشينا كضيف وايضا كطبخة، يعني راح نطبخك بالاخير. يلا راح نبلش باول طبخة لهذا اليوم، اول اكلة راح تكون في عندي التاتشينا مثل ما قلت. راح نسوي التاتشينا بهذا الجدر واخذ جدر صغير حتى اسوي به الشوربة اللي هي طبعا اكيد راح تكون في عندي شوربة الشوفان. راح استخدم طبعا اكيد اطباق الصحيه انه باستخدام كميات بسيطه جدا من الزيت، او ممكن استخدم بدائل عن الزيت اللي هم يكون في عندي استخدام شويه من زيت الزيتون. المقادير احبه المشاهدين دائما وانوه واقول انه خلوا المقادير عليكم وخلوا الطريقه علي انا. نبلش باول شغله بهذه الاكله، راح يكون في عندي اللحم. مثل ما تشوفون اللحم هنا راح يكون في عندي مقطع الى مكعبات. ايضا راح استخدم هنا فلفل احمر فلفل اخضر، راح استخدم ايضا هنا شويه من اللوز، راح يكون في عندي استخدام ايضا التمن. طبعا انا من بين ما انتم تكتبون المقادير راح استخدم تقريبا كوبين او كوب واحد تمن، ابدا انقعه بالماي اغسله وانقعه بالماي. اللي بعد راح استخدم تقريبا حبه كامله من البصل، غير البصل راح يكون شنو عندي هنا، راح يكون في عندي استخدام طبعا الثوم حتى يعطيكم فدنكه وطعم كلش طيبين. اللي بعده راح يكون في عندي ايضا استخدام هنا
مجموعة حلوة من البهارات مثل ما نوهت وقلت. البهارات اللي راح استخدمها اللي هي الكركم، راح استخدم ايضا شوية من البرياني وايضا شوية من الفلفل الاسود والفلفل الابيض، بالاضافة الى التمن. التمن هنا مثل ما تشوفون نقع، اتركه بماي ساخن طبعا يتنقع. نصيحتي المطبخية حتى تطبخون تمن كل الزين، شغلتين مهمة تسووها للتمن. أول شيء تنقعوه أو تغسلوه بماء ساخن مو بارد، هذه النقطة الأولى. اثنين، بعد ما أنه ينغسل بماء ساخن يترك لمدة تقريبا دقائق مو كلش هواية، وبعدين تقدرون أنه تستخدم. راح أضيف هنا أنا تقريبا خاشوقتين أو ثلاثة من الزيت، هذه شوية بها ماء. أنا راح أنتظر لحد ما يكون عندي الزيت ساخن حتى اخذ الاشياء اللي راح اضيفها. مثل ما تشوفون هنا راح يكون في عندي بصل مقطع مكعبات، راح يكون في عندي اكيد شويه من الجزر المقطع مكعبات. اول شغلتين راح اضيفهم هم هذول الشغلتين الاثنين، ومعاهم راح يكون في عندي فصين اثنين ثوم انتي بايتك. هالفصين الحلوين اكرشهم كرش، كرشني يا عيني، كرشني يعني اسحقني، خاف انه الكلمه ما تعرفوها. راح ابلش اثرمهم تمام التمام بهالطريقه هذه، ممكن ان نتنعموهم اكثر، لكن الصراحه اني اريدهم ان يكونوا بهذه الطريقه. اول شغله راح اضيفها بهذا الطبق هو شويه الثوم. انا راح اصير عندي عطر كلش حلو كلش طيب من بعد ما انه اضيف الثوم. هنا راح اضيف للشوربه ايضا تقريبا ما يقارب الخاشوقتين. شوربة الشوفان مهمة جدا، شوربة الشوفان صحية، اللي عنده رجيم اللي يريد يتبع فد حمية معينة كلش مهم ان تكون هذه الشوربة. اليوم راح اسويها بطريقة طيبة جدا. راح اضيف بصل مكعبات، يا سلام سلم. راح اضيف ايضا شوية جزر، ليش؟ لانه الجزر هذا فريش، لما اضيفه احمسه شوية مع البصل وأحمسه شوية مع الثوم. فأول شغلتين بيكونوا مهمات جدا هو إضافة هذه المواد. راح أرجع أضيف ممكن شوية من الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر. إذا متوفر الأحمر أستخدمه، إذا ما متوفر فبلاه ما نريده، واللي ما يريدنا ما نريده، ونقول له باي بايز. باي بايز يا عيني باي بايز. أخذ فلفل أخضر، فوائده ايضا كثيره الفلفل الاخضر. اضيف، تعرفون انه الفلفل الاخضر هذا يعادل 3 برتقالات، فيتامين سي. واقلب هذه المواد كلهم سويها مع بعضهم. كل هذه انا اسوي اجواء حلوه للحم، كل هذا عندي اجواء حلوه اسويها انا للحم. عندي اللي راح اطبخ انا الشوربة مثل ما قلت، راح يكون في عندي شوربة الشوفان. راح أضيف بصل، سيمفونية جميلة رائعة جدا، سيمفونية الطبخ والمطبخ. راح أكرش أيضا شوية من الثوم حتى تكون طيبة هذه الشوربة. راح أضيف شوية من العرق حار، يعطيكم فطعم كلش طيبين، شيء طبيعي. راح يكون في عندنا إضافة شوية المرق الشعرية، وأقلبهم سوية. أقلب الشعرية مع البصل مع الثوم مع المرق، كل هذه المواد بتكون سوية. أضيفهم من هنا، أرجع أشوف، يا سلام على الخضار اللي عندي. مثل ما قلت الخضار اللي عندي راح كل هذه الاشياء اللي ضفتها حتى اضيف لهم انا اللحم حتى احمسهم سوية. انا راح احمس اللحمه مع هذه الخضروات او المجموعه الحلوه من الخضروات. ونظفني يا مطبخي نظفني. هذه الفلفلايات اللي احب استخدمها حسب الرغبه، بس حارين كلش. لذلك راح يكون اختيار او اختيار الحار من حسب الرغبه. خلينا نسوي البهارات او نعمل البهارات. راح اخلي شويه كاري وشويه كركم، شويه كركم حلوين، شويه كاري ايضا،
انا راح اخذ هذه اضيف ايضا شويه من الفلفل، راح اضيف ايضا شويه من النو بصره، شويه حمصنا كل هذه المواد السوية مع الشعرية، راح اضيف لهم الشوفان واخلط الشوفان مع الشعرية بهالطريقة هذه. قبل ما ابلش انه اطحن هذه المواد خلينا نخلص من الشوربة، نتخلص من الشوربة احسن، نخلص منها حتى لا ننساها. شوربة الشوفان بعد ما ضفت كل هذه المواد السوية راح اخلطهم تمام التمام. طبعا اكيد اضافة شوية الملح ايضا راح يكون من الاختياريات. الشوفان اوريدي هو وايت ابيض، بعد ما اضيفه راح يكون عندي اكيد بهذه الطريقه بهذا الشكل. راح اوزع الشعريه على انه تتجانس كل الشعريه مع بعضها حتى تكون في عندي شوربه. يا سلام سلم علي، راح اتركها لحد الغليان وراها اتركها بدرجه حراره هادئه جدا. اجي اشوف اللحم اللي عندي وبعدين ادق البهارات. ارجع واقول البهارات اللي راح استخدمها هي مهمه حتى تكون في عندي الطبخه كلش زينه. لازم ان تكون كلش تمام التمام حتى تكون في عندي الطبخه تمام باستخدام البهارات اللي راح ابلش ادقهم. دقني يا عيني دقني يا بهاراتك دقني. راح اطحن كل هذه المواد سويه بايدي، حنها بايدك حبيبي ما حد يفيدك. باعوا ريحه النو وبصره كلش قويه. اطحن كل هذه المواد سويه حتى تكون في عندي التاتشينا اليوم ولا اروع من عدها. طحنت كل البهارات، هسه راح اخذ اني الاشبنت، اثرم الاشبنت بهذه الطريقة. حلوين؟ اغلف كل الاشبنت او اغلف الاشبنت هذا او اغلف العفو اللحم، شبيك خلدون، اغلف كل اللحم بالاشبنت اللي عندي. لا تتخيلون اكيد الطعم والنكهه باضافه كل هذه المواد بالتسلسل، صدقوني راح تحصلون على تاتشينا ولا اروع من عدها. راح اقلب هذه المواد مع بعضها، اقلب اللحم مع الخضروات مع البصل مع الثوم مع الجزر مع الفلفل الالوان، واقلبهم بهالطريقه هذه. راح اضيف الان كل البهارات اللي دقيتهم. ورا ما ضفت كل هذه البهارات ايضا راح ارجع اخلطهم تمام التمام. تعالوا شوفوا هنا شلون صار عند اللحم، تخيلوا الطعم والنكهه. ورا ما اتاكد انه انطبخ اللحم زين، يلا اضيف لهنا شويه ملح حلوين، واضيف ايضا للشوربه شويه ملح حتى ما ننساها. طبعا لا تقول لي اكو زفره ما ادري ايش، ماكو هذه الاشياء كلها. ليش؟ لانه اكو بصل اكو ثوم واكو كل هذه النكات اللي مستحيل مستحيل تكون اكو زفره للحم. البهارات تقتل اي زفره موجوده باللحم، طبعا اكيد مع الحفاظ على الخواص. ورا ما شفت هنا كل المواد صارت سويه حلوين، راح اخذ التمن. تمن بكيفه، اضيف التمن واقلب التمن اكيد مع هذه المواد سوية بهالطريقة هذه، واطبخ هسه كل التمن بدون ما اضيف له بعد مي، وزعهم هنا اتركه لحد ما انه ينطبخ تمام التمام. تحبون تضيفون كمية اكثر من الرز هذا راح يكون اختيار حسب رغبة، لكن ما حبيت انه اضيف كميه اكثر، هذه الكميه كلها جيده. ليش؟ لانه بيها طريقه ثانيه حتى اقدر اعملها هنا. راح اخذ فلفلايه واحده بس بدون ما افتحها حتى احافظ على الطعم، واتركها لحد ما تكون عندنا تمام. من بين ما انا اتركها هذه تمام اخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو مرحبا، شلونك استاذ؟ مساء السعاده عليك، ان شاء الله يا ربي رمضان مبارك. رمضان كريم عليك، ربي يحفظك. الأكلة والطبخة اللي ببالك، نعم. أريد اللحمة بعجينة، شلون تصير أستاذ؟ لحمة بعجين بسيطة سهلة، في عندك سؤال آخر؟ لحمة بعجينة و
والبرياني شنحط للأكل؟ البرياني شو تخلي له؟ البرياني يكون دجاج او لحم والبهارات مالته. اكيد راح اقول لك شلون نقدر نسويه مقاديره وطريقه تحضيره. نقدر نحط له باقلة يا عادي؟ باقلة ويا البرياني؟ لا طبعا. يعني ما تصير طيبه؟ لا ما راح اصير طيب. زين عندنا شغله. قول. قبل هاي مال فيلمه العروس. شلون يعني نحبطها نسويها؟ سهل راح اقول لك ايضا مقادير. دلل كل هذه الاشياء ردتها راح اقول لك مقادير. دلل يلا تحياتنا لك مع السلام. اليوم في عندي اكله رئيسيه اساسيه تاتشينا. طبختنا لهذا اليوم جدا بسيطه بعد ما ضفت التمن اخر شيء. راح اترك المواد مع بعض هنا لحد ما ينشف عندي المي. مثل ما تشوفون هنا مو اي طريقه تمن عاديه، انه احتاج لهذه انه تنشف او ينشف المي مالتها بصوره سريعه جدا، لانه راح اخليها بصينيه تدخل فرن واطبخها مع العجين. لكن العجين هذه راح اضيفها فقط انه اغلفها، انه اطبخها ببخار العجينه. هنا الطريقه راح تكون كلش حلوه لعمل هذا النوع من الاطباق، مثل ما قلت بطريقه جميله جدا. هنا بلشت انص النار على الشوربه هذه اللي هي طبعا اكيد شوربه الشوفان. تعالوا شوفوا شلون صارت. يا سلام، كل عناصرها حلوه، الاشياء اللي بيها لذيذة جدا. لذلك تحبون تكون كريمية بهذا الشكل أو تحبون أنه تنصون النار عالية وتركوها بدرجة حرارة عالية ناصل عفوا، وممكن تخففوها بإضافة شوية مي إلها، شوية مي إلها بعد شوية نخففها شوية ثخينة. الشوفان مثل الطحين، مثل النشا أيضا، لما تعملوه شوربة أو تعملوه يكون ثخين مثل الكريمة. لذلك شوي خففتها بمي وراح اتركها على درجه حراره هادئه جدا لحد ما تصير عندنا الشوربه هذه رائعه جدا. مثل ما اشوف حبه المشاهدين راح يكون في عندي هنا عجينه، راح يكون في عندي هنا اطبخ كل التاتشينا مع بعضها مع اللحوم او اللحمه والخضار. ومثل ما قلت وذكرت انه اتركها لحد ما ينشف عندي المي. لما ينشف عندي المي راح تصير عندي التاتشينا اكيد جاهزه. اغلفها مثل ما قلت، لكن قبل ما اغلفها عندي بقى الكشمش وعندي ايضا اللوز. هذول الشغلتين حلوين حيعطيني في الطعم ونكهه كلش طيبين الها. مشاهدينا راح ارق العجينه. رقني يا عيني رقني. راح اسويها كلش رقيقه. من بين ما اني اسوي العجينه هذه الخفيفه اكيد راح اروح بريك وراجعين مع فطور وسحور مع خلدون. يا سلام على الروائح. يا سلام على الروائح. كلش طيبين، اطباق كلش بسيطه، اكلات كلش سهله وكلش حلوه. طبعا راح نرجع لمثل اليوم، مو كل مدعبل جوز، مو كل مدعبل جوز. حلو، حبيت هذا المثل. مو اي شيء تشوفوه مدعبل عبالكم جوز، لا طبيعي انه هذا بس مدعبل. يعني التاتشينا تتركوها لحد ما ينشف المي مالتها. لما قلت انه اني اترك لحد ما ينشف المي حتى تكون في عندي كل العناصر هذه صارت تمام التمام، اخذ هسه هاي الفلفلايه راح اقلبها شويه مع بعضهم. يا سلام، سلم على الالوان الحلوه اللي بيه. شوفوا ابدا مو صعبه حتى تسوون تاتشينا ولا اروع من عندها. تكون عندنا بهذه الطريقه تسوون كل الاطباق هذه، كل النكات هذه. شوفوا الحباية أبد ما متكسرة. أرجع وأقول إنه حتى لا تتكسر عندكم الحباية نقعوه بماي حار. لما إنه تشوفوه يكون عندنا بهذه الطريقة راح أخليهم وين؟ راح أصبهم بالقالب. كنت أسويه أنا بالفخار. كنت يعني. لكن ممكن أيضا بأي قالب تشوفوه عندكم تقدرون تسووها. ورا ما اضيف الثاني التاتشينا بهالطريقه هذه راح اوزعها بهذا الشكل. يا سلام، سلم. طبعا مو كلش مستوي، نص استاو.
بس انا اقول لك ليش راح اخلي في الفلايه هنا واخلي في الفلايه هنا بدون ما افتحهم يعني بدون ما لانه ما اريد يصير الطبق كلش حار كلش حار راح الدنيا تشتغل يعني طفايه ما راح يطفي الحريق ناخذ وصله خليها جوا هنا حتى لا كل شويه تقعد تتحرك هذه وارق العجينه اي عجينه عندكم مثلا عجينه خبز عجينه بورق ايضا نخلي شويه طحين غلفني يا عيني بالطحين غلفني شوفوا لازم نخلي طحين كل الزين كل الزين ولزقت يا عيني لزقت هذه عجينه بورق هذه تكون معموله بايش معموله بالزبد فبس بحراره شويه حراره راح تبلش شنو راح تسوي لنا هذه المشاكل فشو تسوون لازم اجيب واخلي طحين كل الزين لا كله راح ينعج نسويه كله راح ينعج نسويه هذه تقول دلعني بالطحين دلعني تريدني زينه لك دلعني بالطحين لاحظوا ترجع تنعجن مثل الوريد ما له علاقه الزيت زيت او طحين لكن شنو لازم شويه بسرعه لانه كل ما كانت حراره كل ما يبوي كل ما صارت شنو قامت تلزق اكثر حتى هذا لازم تخلي له شويه طحين بس احنا نشوف ايش قد الحجم مالتها لانه راح ننترس طحين تمام بعد شويه منا ما اريد ايضا تكون كلش ثخينه شوفوا مثل الورد تنشال او هم قامت تاخذوها و تبلشون تغلفوها ابلش اغلفهم وهذه اعملهم بها الطريقة هذه ممكن نخلي عجينة البورق ناخذ الزوايد مالتها ونغطي بها ايضا شوية لازم كل شوية خلي طحين اقعد اغلفهم تمام التمام شويه هنا نسدها ايضا منا شويه نسدها منا ونبلش عيني نسد وراها راح اغلف كل هذه بها الطريقه هذه واخذ من اطرافها واخرها من الطرف وراح اخذها اكيد فرن اخذها من الطرف ايضا وارجع اغلف كل اطرافها بهالطريقه هذه حتى اسدها راح اخذها للفرن درجه حراره الفرن تكون تقريبا ال 185 ودرجه حراره معتدله ما تكون كل شويه عاليه واتركها الوقت راح يكون تقريبا ل 15 دقيقه درجه حراره مثل ما قلت 150 ل 185 وتطبخوها بالعجينه هذه العجينه فقط انه تتغلف بها ورا ما اغلفها راح اتركها سوى بينا الطحين هنا راح ناخذ اتصال هاتفي الو مرحبا الو السلام عليكم وعليكم السلام تحياتنا لك في البدايه اكيد اتمنى لك نهار ممتع رمضان كريم علينا وعلينا الله يبارك فيك الله اكرم ان شاء الله اريد مواصفات لقمه الطابه تشرح لي اياها المقادير رحم الوالدين سهله في سؤال اخر؟ لا رحم الله والديك بس اريدك تشرح لي اياها بالتفاصيل الدلل راح اقول لكم مقادير لقمه القابه لك قبلها الفطائر وايضا عجينه لحم بعجين اللحم بعجين عجينته تكون كلش بسيطه ايضا سهله التحضير
اول شيء تحتاجوه بلحم العجين، تاخذون لحم مثروم ناعم، طحنوه مع شويه بابريكا اللي هو معجون الفلفل، واخلي له ايضا طماطه مع شويه بصل وشويه ثوم، هذا يخليه على صفحه. اجي اسوي العجينه متكونه من متكونه من الطحين، تقريبا كيلوغرام كامل طحين، اخلي وياه هنا ملعقه زيت او ملعقتين زيت، ورا ما اضيف الملعقتين زيت هذول اضيف معاهم شويه من الملح وشويه من البيكنج باودر. تكون عندنا العجينه تمام التمام، تركوها شويه ترتاح وبعدين تسويها. لاحظ هنا ننظف المطبخ من كل الطحين اللي صار عندنا. انا راح نجي للسلطه، اما اللوز والكشمش فزينهم باللوز والكشمش. السلطه لهذا اليوم راح نعمل سلطه الجبن. شنو معناه بسلطه الجبن؟ سلطه الجبن اليوم مو اليونانيه، لا تختلف هذه عن السلطه اليونانيه. هذه السلطه راح تكون متكونه من خيار، راح استخدم طماطه، زيتون، واستخدم المعدنوس بالاضافه الى البهار. البهار اللي دائما انا اقول عنه اللي هو الكمون مع شويه من الكزبره اليابسه، زيتون وخيار، طماطه والجبن. شيء طبيعي المعدنوس، مهم جدا بهذه السلطه انه استخدم شويه معدنوس حلوين. يلا عيني، الورقه والقلم بديكم، بلشوا كتبوا المقادير، راح تكون خاصه بهذا الطبق اللي راح يكون من الاطباق البسيطه جدا وايضا السهله والسريعه. نشوف طبعا راح يكون في عندنا طماطه، خيار، راح يكون في عندنا شويه معدنوس حلوين، راح يكون في عندنا اكيد زيتون، وشيء طبيعي راح يكون في عندنا المعدنوس. ارجع اقول اللحم بعجين مره ثانيه، كيلو غرام كامل من الطحين، استخدم ما يقارب تقريبا ثلاث خواشيك خاشوكتين خاشوقه واحده زيت حسب رغبتكم انتم. راح اضيف ايضا وياها هنا تقريبا كوب من المي وملعقه بيكنج باودر، رشه ملح ورشه سكر. وراها راح اتركها ترتاح لمده تقريبا ساعه، وارقها العجينه او ترق العجينه، واخلي وياها شنو؟ اخلي وياها اني كل الحشوه اللي ذكرتها، لحم المثروم مع شويه من البابريكا اللي هو معجون الفلفل. اذا ما موجود معجون الفلفل ممكن استخدم هنا معجون طماطه. ضفت هنا الخيار في البدايه، راح اخذ ايضا طماطه حلوين، طماطه شيلوه من عند هذه المنطقه. وراها ايضا مباشر بتقطيعها بهذا الشكل، ما تكون كل شويه ناعمه. وقلت انه هذه السلطه تختلف عن السلطه اليونانيه، شيء طبيعي، شيء طبيعي تختلف. ذاك الجبن اللي استخدمته او نستخدمه باليوناني اللي هي الفيتا، هذا نوع جبن عادي جدا جدا. ممكن ايضا تستخدمون جبن العرب بهذه السلطه، ايضا تقطعوها مكعبات. حلو بالسلطه، اي سلطه تسووها الحلو بها لازم انه توحدون تقطيع، توحدون تقطيع الخضار. وعندي اتصال هاتفي. الو، مرحبا قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله كريم علينا وعليكم اجمعين. الله اكرم يا غالي، اتمنى لك ان شاء الله يا رب اليوم نهار سعيد وممتع ورمضانك مبارك. شنو الاكله والطبخه اللي ببالك؟ نعم. طبعا بالنسبه لي مقادير عجينه البورك. عجينه البورك سهله، بعد سؤال اخر؟ لا تسلم، بارك الله فيك. انا اللي اشكرك، تحياتنا لك. راح اباشر الان قبل ما اذكر مقادير لقمه القاضي اللي هي الداتي، راح اباشر بتقطيع كل الزيتون اللي عندي بهالطريقه هذه، يعني ما انقطع شرائح. والزيتون هذا مثل ما تشوفوا بدون نواه، يكون محشي بالفلفل الاحمر اعتقد، واكو محشي طماطه. محشي طماطه يا عيني. بعدها راح اضيف المعدنوس واخذ الجبن. يا سلام سلم، شوفوا هنا هذا النوع من الجبن كلش تمام التمام.
راح أباشر بتقطيع القطع جبن ما تكون سميكة مثل ما قطعت أني الخيار والطماطة، تكون أصغر. أخذ هذه نفس الموضوع، نفس الموضوع، ما تكون كل شوية سميكة. لاحظوا، يا سلام سلم يا حبيبي الجبن يا حبيبي، يا بيازك يا بياز. شوية منا شوية منا شوية منا، كلش حلوين. لاحظوا، هوبا، يا سلام سلم. أخذهم وأخليهم هنا. شنو تحتاج هذه السلطة حتى تكون طيبة؟ إيش تحتاج بعد؟ زيتون بيها، خيار بيها، طماطة بيها، كزبرة، كمون. تشوفون هذول المادتين كلش مهمات. ملح، ملحني يا عيني ملحني. بعد ما ضفت الملح راح اخذ حامض، شوية حامض حلوين، واخلي هنا زيت الزيتون. هذه العناصر المهمة اللي ممكن انا اضيفها وتعطيني طعم ونكهة كلش طيبين لهذه السلطة. بعد ما ضفت كل هذه العناصر، خاشوكتين واقلبهم سوية. هذه السلطة كلش بسيطة، المعدنوس، الخيار، الطماطة، الزيتون، الجبن، كل هذه مع بعضها حتى تصير عندكم بالاخير سلطة الجبن. مثل ما قلت وذكرت ايضا ان تكون كلش بسيطة، والسلطات اللي احنا نسويها دائما هي بسيطة سهلة وسريعة وفريش. يا سلام سلم على فريش. تعال عيني الخاتلات، تعال تعال تعال. لاحظ ان انا هذه السلطة تكون عندكم بهذا الشكل. خلونا شوية من المعدنوس، واوبا تقدم. طريقة تحضيرها، مقاديرها، تفاصيلها كانت جدا سهلة وسريعة. اتمنى انه عجبتكم لانه بسيطه، اتمنى انه عجبتكم لانه سهله. مشاهدينا الاحبه، بعد ما عملت هذا النوع من السلطات راح نقدر نقول شلون نقدر نسوي لقمه قاضي. لكن قبلها حكمه اليوم، النظافه ثلثي الصحه. يعني تخيلوا انه النظافه تكون ثلثها الصحه. مو كل مداعب الجوز كان في عندنا اليوم مثل اليوم، لان سنضيف الحلقه لشبنت. طبعا لشبنت بيه الحديد، بيه المغنيسيوم، بيه الكالسيوم، ويساعد على النوم، مضاد بكتيريا، صحة العظام، ومثل ما قلت نتخلص من الصداع. كيفية التخلص من الصداع؟ بأكل لشبنت. سلطة، شوربة، وطبق رئيسي أساسي مع عجينة تغليف فقط، أنه غلفها بالعجينة وأتركها لحد ما أن تكون التاتشينة عندنا تمام تمام. بعد ما أشوف أنه تقريبا صار عندي أنه تتحمص تتحمر وينطبخ بالبخار اللي سويته. انا لما اضيف العجينه الاخيره، لما اغلفها بالعجينه، طبعا الحلو بها انه شويه صار بها تشققاتها، كلش مهمه التشققات حتى يدخل بها شويه هواء. انا كان ممكن انه اشققها، لكن تكون عندنا بها طريقه. لا، راح اتركها لحد ما انه ينطبخ كل المواد التاتشينه تنطبخ بالداخل، حتى يكون في عندنا اكيد طعم ونكهه كلش طيبين. التاتشينه اليوم سويناها بطريقه كلش حلوه. ايضا السلطه كانت عندنا بطريقه جميله جدا. اما كيفيه عمل لقمه القاضي، احتاج الى كيلوغرام كامل طحين، احتاج الى تقريبا 4 إلى 5 خواشيق من اللبن، ايضا احتاج الى 1.5 كوب من المي الدافي مع ملعقه كوب من الخمره، رشه ملح ورشه سكر. الحلو بلقمه القاضي هذه مع شويه بيكنج باودر، طبعا الحلو بهذه انه تتركوها لمده تقريبا ساعه كامله، يلا بعدين تبلشون ان تقلوها. ولازم انه تكون العجينه مالتها عجينة سائلة، يعني مو مثل عجينة اللي هذه اللي فرطت عندي بالتختة، لا طبعا اكيد تختلف. اما استبدال هذه العجينة فاستبدالها بعجينة بورك ممكن، بعجينة خبز ايضا ممكن، بهذه العجينة اللي هذه تكون فيها زبد اكثر شيء، هذه العجينة اللي هي تكون قريبة لعجينة الكاهي. كمية الزبدة اللي بيها تتركها لحد ما انه تكون يعني تقريبا انه تكون كلش سايحه. يا اما يضاف لها زيت، يا اما يضاف لها طحين حتى تبقى مثل ما قلت مثل ما هي. اخذ اتصال هاتفي. الو، مرحبا.
السلام عليكم. وعليكم السلام، اتمنى لك اكيد ان شاء الله يا رب اليوم نهار سعيد، ربي يخليك ان شاء الله، رمضانك مبارك. ربي يخليك. شنو الطبخه والاكله اللي بالك؟ اريد اسالك على عمل الكب، كبه التمن، ما يسمى كبه الحلب. كبه الحلب سهله سهله، هذه بسيطه. في عندك سؤال اخر؟ مهم عندي هاي الموضوع والله. جائزة الشيخ محشي. والشيخ محشي. هذا انا عندك الكبه والشيخ محشي. شوف ليش فول الشوفان. شكرا لك يا اخي. انا اللي اشكرك، انا اللي اشكرك. لاحظ ان انا هذه شوربه الشوفان الشعريه اللي بيها ما معجنه، وايضا كلش بسيطه. البصل، بصل اثنين حبه، ثوم اثنين فص، مرق دجاج اثنين مكعبه، توابل الرشه بالاضافه الى الشوفان واحد كوب، والشعريه ايضا تكون واحد كوب. صار عندكم الشوربه بهذا الشكل. طبعا اللي يحب انه يثرم بعد البصل راح يكون حسب الرغبه. الحلو بها انه راح يكون طعم البصل الطري الطيب الناعم اللي موجود بهذه النوع من الشوربات. مشاهدينا الاحبه، كيفيه تعمل هنا كوبه تمن، وكيفيه نعمل ايضا شيخ محشي، ومع الطبق الاخير، الطبق الاخير لهذا اليوم راح يكون في عدي البودينج، بودينج كاكاو. شلون اسوي كوبه التمن؟ كوبه التمن احتاج الى انه اطبخ تمن ما يكون حبته اللي هو البسمتي، طبعا ابتعد عن البسمتي حتى يصير عندك التمن تمام تمام. اي نوع اخر غير البسمتي؟ ليش؟ لانه حبه البسمتي تكون طويله، احتاج الى تمن تكون حبته صغيره. هنا بمكان ما اخلي كوب واحد تمن مع كوب ونص مي، اخلي له لا كوبين ونص مي، اتركه لحد ما انه يكون طري جدا مع اضافه شويه كركم وشويه زعفران وشويه ملح. اعجن العجينه هذه وبلش احشيها بالحشوه العاديه للكوبه اللي هي لحم مثروم، بصل، وايضا ثوم بالاضافه الى المعدنوس، وايضا اذا كان موجود اللوز والكشمش فهذا راح يكون اكيد اختياري وحسب الرغبه. بعد ما اعمل هذه الكرات الحلوه واسويها كبه التمن، اقليها بالزيت. لكن قبل ما اقليها بالزيت شو اسوي هنا؟ شو اسوي هنا؟ ارش لها شويه طحين او نشا حتى انه لا تتفلش عندي بالزيت. اما كيفيه عمل الشيخ محشي، فاحتاج الى كيلوغرام كامل من الباذنجان، احفره واحشيه بتمن مفروم، سوري، بشويه تمن، شويه من اللحم، شويه طماطم مفرومه ناعم، بالاضافه الى ايضا شويه من البصل، وايضا كمون، وشويه كزبره اضيف له ايضا، نعم، فلفل اسود وحامض. بعدها انا احشيه واصفطه في قدر واخلي له صوص طماطه واتركه لمده تقريبا 25 دقيقه. حبة المشاهدين راح يكون في عندي طبخه اخيره لهذا اليوم، راح تكون في عندنا اكيد الحلويات، لكن بريك وراجعين مع مطبخ فطور سحور مع خلدون. رمضان يلمنا ويجمعنا حبة المشاهدين بالأطباق اليوم اللي راح نسويها. طبعا راح تكون في عدي تاتشينا، شوربة شوفان، سلطة جبن، بودين كاكاو، والأطباق اليوم اللي سويناها كانت جدا سهلة بسيطة سريعة وأيضا صحية. دائما أنوه وأقول عن هذه الأشياء الأربعة، سهلة بسيطة سريعة صحية، يا سلام سلم. كل هذه الأطباق اللي نسويها خلال ساعة كاملة مباشرة أكيد تكون أطباق سهلة التحضير. التاتشينا بالفرن، تحميصة الوجه كلش حلوة لحد الآن. هذه العجينة تترك، إذا تركت لمدة تقريبا فقط 10 دقائق تصير سائلة، لذلك كلش مهم أنه تحافظون عليها تكون باردة. شو ما شفتوا أني شفنا شلون سويناها، عجلناها شوية أنه ساحت بسرعة، لذلك أراد لها عجلة. لما تكون سريعة أنه عجنها بصورة سريعة ورقها بصورة سريعة وبعدين أغلفها تكون هنا طبعا أحسن، لكن كلش تعرفون أنه الاستوديو أيضا حار، الأشياء اللي كانت يما حارة، لذلك تكون عندنا سوري تمام التمام بهالطريقة هذه. نتركها نجي اليوم للبودينج. شلون أقدر أسوي بودينج يكون سريع؟ طريقة تحضيره عفوا تكون بسيطة وأيضا يكون طيب جدا. البودنج اليوم راح يكون فيه اكثر من شغله. كنا نعرف انه الاضافات اللي بسيطه اللي ممكن انا اضيفها للبودنج تعطيني طعم ونكهه كلش طيبين، اللي هم البيض، اللي هم شويه من باودر الكاكاو، واستخدم ايضا شويه النشا مع السكر مع الحليب،
مي ورد وهيل اكيد طبعا، هذه النكهات هي كلش مهمه حتى يكون في عند البودين كلش طيب. لذلك حضروا الورقه والقلم وبلشوا بكتابه مقادير طبختي الاخيره لهذا اليوم اللي راح يكون في عندي بودينج كاكاو. راح يكون متكون من اول ماده في عندي اكيد هنا شيء طبيعي الكاكاو، راح استخدم ايضا النشا، مبروش جوز الهند، مبروش عليك جوز الهند. اللي بعده راح يكون في عندي هنا استخدام شويه من البيض، وايضا راح يكون في عندنا سكر، مي ورد، ماء الزهر وماء الورد، هذه تعتبر من الاشياء المهمه هي لاعطاء النكهه والطعم للحلويات. مثل ما انا دائما اذكر واقول الاشياء اللي تعطين طعم ونكهه كلش طيبين للسلطه اللي هم الزعفران، سوري اللي هو الكزبره والكمون. تقريبا كل هذه المواد هي المقادير الخاصه بهذه الطبخه بهذه الاكله، وهي كل الاشياء هذه تكون مهمه طبعا حتى تكون في عندنا الطبخه تمام التمام. هنا راح اسوي طحن، اطحن مثلا شويه مبروش، شويه سكر ايضا، وهنا انا راح اضيف ايضا شويه من السكر، شويه سكر هنا وشويه سكر هنا، نشا، باودر كاكاو، بيضايه واحده بس بدون كتكوت، يعني كاليميرو باي بايز. راح استخدم مي ورد واضيف شويه هيل هنا وشويه هيل هنا، شويه بعد يعني تقريبا حبتين اثنين كلش تمام. انا راح اضيف حليب بارد واخليه على النار، اتركه على النار دقائق بس، يعني اوريدي انا عندي النار ساخن وساخنه. تشوفون ان انا شلون صار عندي التاتشينا شويه بعد الرادلها. اخلط البيض مع البودينج مع الباودر كلهم مع بعضهم، شويه راح اضيف مي مو كلش هوايه، واخلط هذه المواد مع بعضها مثل ما قلت حتى يكون في عندنا هنا البودينج سوري سهل التحضير وايضا بسيط جدا. ازيد النار عاليه حتى ينطبخ بصوره حلوه وجميله. انا راح اسوي مثل اللي يكون في عندي شلون كانه ما اسوي تشيز كيك. احتاج الى بسكت، احتاج الى شكر لما كيك، واطحنه مع مبروش، شويه مبروش جوز هند، هذول اطحنهم سويه. بعد ما اطحنهم مع بعضهم هنا اوب 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 يلا طحنهم شويه خطر هنا، تعاي قربها. هنا راح يكون في عندي استخدام البونينج، هذه تطحن طحنه واحده بس خلاص، مو كل شويه اتركها حتى لا انه تكون عجينه، لانه هذا دا استخدم اني دا استخدم شكر لما. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام يا احمد، شلونك؟ انا الحمد لله تمام، اكيد اتمنى لك ان شاء الله يا رب اليوم نهار سعيد، الاكله والطبخه اللي ببالك. شكرا لاضافتك الشهيه، ربي يخليك. اللي بس اريد استفسر عن شنو يعني تقول القائمه الرئيسيه لعمل الكنافه والدولمه العراقيه. عيد سؤالك ما سمعته شوية هذه. نعم شكرا. ما سمعت السؤال عذرا، سمعتوه انتم؟ الطبقة الرئيسية لعمل الكنافة. تريد الكنافة، طريقة عمل الكنافة بسيطة بعد في سؤال آخر؟ نعم، والدولمة العراقية. والدولمة العراقية سهلة 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 دلل. راح أصب الأطباق، تقريبا الأطباق اللي سويناها هي شوربة الشوفان، وبعدين اقول لك شلون نقدر نسوي الكنافه. احنا الكنافه تقريبا سويناها باكثر من حلقه، هذه الشوربه بتصير عندكم جاهزه. اجي اشوف هنا شلون صار عندي
تقريبا مثل ما انا ردتها، انه اشيل هذه العجينه. لاحظ، يا سلام، كلش تمام، تكون مطبوخه وتمام التمام. راح اجي اشوف البودينج، مثل ما تشوفون ايضا البودينج كان طريقه تحضيره كلش بسيطه. انا شو راح اسوي؟ في عندي قالب، ممكن انه اضيف انا بيه الشكر لما او هذا المبروش اللي سويناه اللي طحناه، اضيفه بهالطريقه هذه واوزعهم بهذا الشكل ايضا، واوزعه بهالطريقه هذه احسن ما اضيف البسكوت مثل ما قلت. بعدين اضغط عليه شويه، مبروك جوز هند. بس تطحنوه شويه بعد، بس تطحنوه شويه بعد، شو يصير عندكم؟ يصير عندكم مثل العجينه، لانه انا دا استخدم شكر لما مثل ما قلت براشي وبي. تكون عندنا بهذا الشكل. اجي اشوف البودينج تقريبا بلش انه يدخن عندي. ليش يدخن عندي؟ السبب هنا لانه ضفت به النشا. النشا يخليه يكون ثخين، وغير النشا ايضا اضافه الى البيض. البيض ايضا يخليه يثخن، لكن ما يكون كلش هواي ثخين. البودينج مو مثل المحلبي او المهلبيه، يختلف. هذا يكون سائل وخفيف جدا، تمام. ايضا نتركه لحد ما انه يصير جاهز واضيفه. هنا نفس الحشوه اللي عندي راح ابلش اضيفه ايضا عليه شويه من عنده هنا، واضيف ايضا شويه من هنا، وارجع اخلطهم ايضا مع بعضهم حتى يعطيني طعم ونكهه كلش طيبين. لاحظ هنا بلش يدخن عندي. ورا ما بلش يدخن عندي، يا حبيبي، راح ابلش اوبا 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 اضيفه بهذا الشكل. ارجع اضيفهم واوزعه بهالطريقه هذه. طبعا تركوه شوي يبرد، يبرد شويه، وبعدين تقدرون انه تاكلوه، تخلوا له طبقه اخرى، راح يكون اكيد حسب الرغبه. انا راح اضيف اخر شيء، مش اضيف لهنا، لكن ننظفه شويه. تقريبا هذه الاطباق اللي اقدمها هي اطباق كلش بسيطه، مثل ما قلت تكون سهله التحضير وكلش تمام التمام، كله تمام التمام، يكون عندنا بهذا الشكل. هنا شو راح اسوي؟ راح اضيف طبقة أخرى من اللي طحناها هذه اللي بها مبروش والهيل، واضيفهم بهذا الشكل، ويكون أكيد عندكم ولا أروع من عنده. طريقة تحضيرها كانت جدا سهلة بسيطة وسريعة. هالبودينج هذا ما ياخذ معكم ذاك الوقت، لكن انه اهم شيء تطبخوه بطريقه كلش حلوه. ايضا عندي هنا طبق اخر اللي هو راح يكون في عندي التاتشينا. تاتشينا الاطباق البسيطه جدا كانت. هذه الطريقه حسب انتم رغبتكم، اذا حبيتوا انه تسووها بالعجينه. انا العجينه شنو الغرض من عندها؟ الغرض من عندها انه بس حتى تكون عندي يطبخ بالبخار مالته. راح اصبه، صبني يا عيني صبني، يا سلام. بلش اخذ التمن واضيفه بهذا الشكل. شوفوا اللحم، الفلفل،
كل هذه الاشياء اللي ضفتها هي كلش طيبين للتاتشينا، وطبخناها بطريقه كلش حلوه. وين الفلفلايه هذه؟ يا سلام، خليها هذه هنا، واخلي هذه هنا، حبلش اضيف شويه الكشمش واضيف اللوز. طبعا اللوز يكون محمص، واخليهم بهذا الشكل. طبعا طريقه تحضيرها كانت جدا بسيطه سهله وايضا سريعه، كنوع من الاطباق الرئيسيه اللي هي التاتشينا. لا ننسى طبعا اكيد دائما اي طبخه نسويها تزيينها بيكون كلش مهم. تزيين، يعني التزيين راح اخذ شويه من الخيار هذا الحلوين واضيفهم بهذا الشكل، واخذ ايضا شويه من الفلفل، جزر، وشويه ايضا من الفلفل الاخضر ممكن اضيفه بهذا الشكل، ويكون عندنا طبق كلش حلو. اخذ ايضا شويه الجزر، اصله هو الجزر يقوي النظر، خليه هنا، واخلي له شرائح حلوه ايضا من الفلفل، وشرائح حلوين من الخيار، خليها واحده هنا، واحده هنا، وواحده هنا، واحده هنا. اما طبق الشوربه فبس اخلي لها هذه. هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لكم محبه المشاهدين، هي اطباق كلش سهله بسيطه مثل ما قلت وايضا سريعه. كان في عندي اليوم شوربه اللي هي شوربه الشوفان، كانت ايضا عندي هنا التاتشينا، وختمت الحلقه بنوع من الحلويات اللي هو البودينج. كل هذه الاطباق اتمنى انه عجبتكم، اكيد تنتظرون ان شاء الله باطباق جديده يوم غد ان شاء الله بمطبخ فطور وسحور مع خلدون مع الف سلامه.